بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهديني ومشاهداتي الأعزاء والعزيزات في حلقة جديدة من برنامج إزاي تخلي الولاد تحبك. الولاد دول ممكن يبقوا زمايلك في الجامعة، ممكن يبقى خطيبك وده أهم، وممكن يبقى جوزك وده الأكثر أهمية. النهاردة بتكلم عن الحلقة رقم 4 من حلقان في آذان النسوان. الحلقة رقم 4 اسمه الست النكدية أو البنت النكدية. حلق بخليه في ودانك، دبسيه قوي في ودانك وافهمي القاعدة دي. يا ستي نعم، يا بنتي نعم، الراجل ما بيحبش النكد والست كمان ما بتحبش النكد. تيجي واحدة من الستات تقول لي يا كابتن أنا جوزي نكدي جدا وغريبة قوي يا كابتن، ده نكدي. النكد يا كابتن عمرو ليست في طبيعة الرجالة، النكد يا كابتن عمرو ده أصلا جزء من طبيعة من طبيعة الستات. قول لها يا نهار أبيض، أنت أدركت الكلام ده؟ تقول لي طبعا أنا أدركت الكلام ده من زمان، حتى في يوم من الأيام يا كابتن، دي مشاهدة تانية بتقول لي أمي اتخنقت مع أبويا، دي الست اللي بتقول لي، وأمي راحت اشتكت لنيلة واشتكت لخالاتي، فإحدى خالاتي العاقلات قالت لها إيه؟ دي الست اللي بتقول لي، قالت لها يا حبيبتي البيت وهدوء البيت من صنيعة ربة البيت، ربة البيت. النكد قرار نسائي أكتر منه قرار رجالي، فبالتالي أنت أيتها الزوجة، أنت محدش تاني اللي يقدر يعمل بيتك جنة ويتجنب النكد وتحتفظ بجوزك في حضنك، أو تعملي بيتك نكدي وتطفشي جوزك وتيجي واحدة تانية تاخده منك باسلوب ان هي ريفرش كده وما بتنكدش عليه، وبعد ما تتجوزه تبدا تنكد عليه برضه. ليه؟ لان الطبع ايه؟ لان الطبع غلاب. اذا النكد صفه اصيله او صفه مرتبطه بمعظم الستات ومعظم البنات. هناك فئه قليله جدا من البنات لا يتميزن ابدا بصفه النكد، وعايز اقول لكم ان الست والبنت التي تتميز بعدم وجود النكد هي اكتر ست بتبقى ناجحه في الحياه. سامع واحده بتقول لي يعني يا كابتن لو انا ما بقتش ست نكديه ونفذت الكلام بتاع الحلقه ده ورجعت للحلقه للحلقان التانيين بتاعت جوزي ما بيقولش كلام حلو ونفذته، والحلقه بتاعت الكرامه الزوجيه ونفذته، والحلقه بتاعت خطه استعاده جوزك المتجوز عليكي ونفذته، اضمن ان جوزي عمره ما يبص لواحده تانيه بره؟ اقول لها لا، هيبص غصب عنك وغصب عنه، لان هي غريزة اساسية في الرجل، غريزة اساسية زي الاكل. ينفع تقولي لجوزك ما تجوعش؟ ينفع تقولي لجوزك ما تعطشي؟ ينفع تقولي لجوزك ما تخشش تعمل بيبي؟ ما ينفعش. فبالتالي ما ينفعش تقولي له ما تبصش بره. طب انا هستفيد ايه؟ هتستفيدي ان هو لما يبص بره، لما يبص بره يرجع يقارن اللي بره جمال وإثارة جنسية. لكن هل من الممكن ان الست اللي هتجوزها بره دي تعيشني نفس العيشة الحلوة اللي معيشهاني مراتي؟ هل هتديني نفس الكلام الحلو والمعاملة الطيبة وقلة النكد وتديني الاحترام الحلقة اللي فاتت اللي بتدهوني مراتي او بتدهوني خطيبتي؟ عادة الاجابة هتكون لا. عادة ليه؟ عادة لان اللي بيتفرج على قناة عمرو جرانة على اليوتيوب وبيتفرج على امثالي مش انا لوحدي بتبقى شخصية متميزة تسعى الى التميز، تسعى الى الارتقاء، تسعى الى السعادة الحقيقية، السعادة الزوجية الحقيقية التي تكمن في ايه؟ التي تكمن في اتباع المنهج العلمي والاسلوب العلمي الذي يتمشى مع شخصية الايه؟ الرجالة. ومشاهدين الشباب اللي بيقولوا انت ما بتجيبش سيرتنا ليه؟ اقول لك اجيب سيرتك ليه؟ انا بكلم الستات عشان انا عندي بنت، وانت شخصيا رجل قائد قيادي ما يتخافش عليك، انا بخاف على البنات. النبي وصانا عليه الصلاه والسلام، وصانا بمين؟ وصانا بالرجاله، وصانا بالستات، وصانا بالبنات. وبما ان انا بتكلم عن النكد احب اقول لكم النكد بيجي منين. لو عرفنا النكد بيجي منين يبقى هنعرف نقصه من جذوره. النكد عباره عن حاجتين رئيسيتين.
والاتنين مرتبطين ببعض قوي قوي قوي، زي ما القلم مرتبط بالأنبوبة والأنبوبة مرتبطة بالقلم. ينفع تكتب بقلم من غير أنبوبة؟ لا. طب ينفع تكتب بأنبوبة من غير قلم؟ عادة لا. النكد مرتبط بإن الستات لا يتحاورن أبدا بشكل مباشر. بصوا الله يرضى عليكم، اقفلوا، اعملوا بوز دلوقتي، اعملوا بوز، ها اعملي بوز وقومي هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا اللي انا حمليهولك، عشان بعد ما تخلص الحلقة تبصي في الكلام اللي انا قايله وتبقى عندك خطة لخطيبك عشان ما يروحش منك، خطة لجوزك عشان ما يقرفش منك ويبدأ يبص بره، او لو ظروفه تسمح بالطلاق يطلقك، او عادة هيعلقك ويتركك كالمعلقة، مش كده ولا ايه؟ طيب، المرأة لا تتحاور أبدا يا جماعة بشكل مباشر، دائما لا تدخل في الموضوع أبدا بشكل مباشر، عكس الراجل اللي ما بيفهمش اللوع، يحب دايما على طول بشكل مباشر. مثلا عشان ما بقاش أنا اللي بلف، تيجي مثلا مراتي تسألني: يا عمرو، نعم، أنت عندك إيه يوم الخميس الجاي؟ ده سؤال طبيعي ولا مش طبيعي؟ أروح أنا أقول لها: خش في الموضوع، هاتي من الآخر، عايزة إيه يوم الخميس؟ بصوا الكلام، تقولي: لا ده انا بسألك بس انت عندك ايه يوم الخميس اللي جاي. هنا بقى بدرب انا مراتي وهي شديدة الذكاء بسم الله ما شاء الله، ان هي لما تكون عايزة حاجة يوم الخميس تروح قايلة لي بالعكس: يا عمرو، انا يوم الخميس الجاي عندي مشوار في الحتة الفلانية، محتاجاك تبقى معايا في المكان الفلاني، او محتاجاك ما تبقاش معايا في المكان الفلاني، او تعمل لي الشيء الفلاني. هنا دخلت في الموضوع، في صلب الموضوع على طول. ساعتها انا اروح مطلع تليفوني، مطلع جدولي، وباصص انا يوم الخميس عندي ايه، هل اقدر افضي نفسي يوم الخميس، او هل اقدر مثلا عندي رحلة جوية اقدر ابدلها او بقدرش ابدلها، وابدا في الاجراءات اللي تساعدها. ليه؟ دخلت في الموضوع بصوره مباشره. الطريقه البديله اللي ممكن اي زوجه تانية تعملها: عمرو، نعم، عندك ايه يوم الخميس؟ عندي رحله يوم الخميس، او عندي هسجل حلقه يوم الخميس، او نازل رايح الجيم يوم الخميس، او ما ورايش حاجه يوم الخميس. عندك رحله، اصلها رحله ورا رحله ورا رحله، الشغل بقى واخدك مننا، بس انت يا بتشتغل يا اما بترد على مشاهداتك ومشاهدينك، يا اما بتسجل حلقات وبتستفيد وبتاخد الفيدباك بتاعها، ما انتش فاضلنا، ما انتش عايز حاجه، ما انتش مهتم بينا، بس اصلك انت قاعد للشغل وخلاص، فلان يكلمك: الحقني يا عم اطلع لي رحله، تطلع، فلان يقول لك: الحقني يا عم اعمل لي، تعمل له، لكن احنا ما انتش حاططنا في دماغك خالص. طبعا انا ممكن، ده طبعا ده حوار متوهم لوحده نكديه، الحمد لله انا مراتي ربنا يهديها رب زي الفل، الحمد لله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بدأ بتخش في الموضوع على طول: عمرو، انا يوم الخميس اللي جاي عندي كذا 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 كذا، وعايز اعمل كذا كذا كذا، انت ظروفك هنا ايه؟ الدخله المباشره للست مع بتتوافق مع طريقه الراجل، فبما انك انت حطيتي له الطريقه اللي بتمشي معاه وتتوافق معاه يبدا يساعدك على طول. اقوم انا اقول: يوم الخميس الجاي عندي كذا، النهارده الخميس بالمناسبه، يوم الخميس الكذا عندي كذا، انا ممكن اكلم زميلي ياخد مني الشغل عشان اعمل لك اللي انت عايزاه، واروح مكلم زميلي الطيار زميلي: صباح الخير يا علي، عشان حصل فعلا حاجه زي كده: صباح الخير يا علي، ازيك يا عمرو؟ علي، انا يوم الخميس محتاج كذا كذا كذا، ومحتاج تديني اليوم الاجازه بتاعك، وربنا يكرمك يا حبيبي يا علي. يروح علي يقول لي ايه؟ يقول لي: حاضر يا عمرو انا هعمل. ليه؟ انا دخلت له مباشر، فهم الموضوع مباشر، اتكلم معايا مباشر، خلص الموضوع مباشر، الرجل يفهم بالاسلوب المباشر، المراه لا تواجه ولا تتحدث بالاسلوب المباشر، وتبدا تلف وتدور، الراجل ما يفهمش، يبدا يشعر، يبدا يطنشها، لما هي تطنش تتضايق، ولما تتضايق تنكد. الحاجه الثانيه: المراه تحب ان الراجل يفهمها من غير ما تتكلم. ايه؟ الست تحب ان الراجل يفهمها من غير ما تتكلم. واول قاعده خدتها في اول دوره في البيزك ريليشن شيب سايكولوجي: men are not mind readers، الرجال لا يقرؤون العقول. واحده تيجي تقول لي: ايه كابتن انا عندي مشاكل مع خطيبي. نعم، تبدأ تحط المشاكل، نبدأ نقول لها: طب اتفرجي على الحلقة بتاعت حتى لا نذهب إلى المأذون مرتين، نلاقي فيهم ثلاث قواعد مضروبة من 5 قواعد اللي بتخلي الجواز يعدي أو ينجح بصفة عامة. تقولي: بس أنا ما أقدرش أسيبه يا كابتن. ليه؟ أصل الراجل ده أو الولد ده بيفهمني من غير ما أتكلم. ودي الميزة بقى، إنه بيفهمك من غير ما تتكلمي. أه طبعًا يا كابتن، ده أنا يبص في عيني بس كده يفهم أنا عايزة إيه، وأنا أبص بس في عينه كده بيفهم انا عايزه ايه من غير ما نتكلم.
ودي بقى اللي انت هتبني عليها سعادتك. طيب خد واحده زيها كانت زيها بعد فتره زمنيه طويله، تيجي تقول لي يا كابتن ده الميزه اليتيمه اللي فيه راحت. الميزه اليتيمه اللي فيه راحت ازاي؟ ده زمان ايام لما كنا مخطوبين كان بيفهمني من غير ما اتكلم وبفهمه من غير ما يتكلم، لكن دلوقتي ما بقاش يفهمني يقول انت عايزه تقولي ايه؟ الميزه دي راحت. طب هو زمان كان بيفهمني ازاي؟ قد افتى من قال لا اعلم. انا لا اعلم ولكني اتوقع. تاني، لا اعلم. لا اعلم لماذا كان بيفهمك، ولكني اتوقع. وقد يصل توقعي الى الحقيقه، قد يصل توقعي الى الحقيقه. اتعلمنا من الشيخ الشعراوي ان القرين والشياطين تسعى الى ان يفرقون به بين المرء وزوجه، يبقى هم عايزين بيت خربان. طيب ما من باب اولى ان هم يعملوا بيت خربان، يعني هو عايز يخرب البيت الصالح، طب ما من باب اولى يعمل بيت خربان يتطلق لوحده ويتخرب لوحده. فالقرينه بتاعتك والقرينه القرين بتاعك والقرينه بتاعته بيتكلموا مع بعض، هو عارف شخصيتك وعارف شخصيته، هم عارفين انكم انتوا الاثنين لما تتجوزوا مع بعض هتخربوا ولا تصلحوا. تبدا تقول له ايه؟ روح قول لها ده بيفكر، روح القرينه تقول له خلي بالك البت فاطمه دي بتفكر في الشيء الفلاني. يروح يقول لها فاطمه انت بتفكري في الشيء الفلاني؟ تروح القرين بتاعها يقول لها فهمك يا بت، يا خرابي على جمال امه، بيفهمك من غير ما تتكلمي. هما الاثنين يقعدوا ينقلوا ايه؟ ينقلوا بعض، يعني القرين يقول للقرينه والاثنين يغششوا بعض ويرجعوا يسقفوا لبعض عشان خاطر يسقفوا لكم، يعني عشان خاطر انتوا الاثنين تقولوا واو بنفهم بعض من غير ما نتكلم، ودي اكبر علامه من علامات السعاده الزوجيه. بعد شويه لما يخشوا البيت ترجع هي تشتكي، كابتن ما بيكلمنيش ما بيعبرنيش، مفيش كلام مفيش حوار، ده بيفهمني من عيني يعمل لي اللي انا عايزاه. طب ما ده كويس يا حبيبتي انه بيفهمك من عينيك يعمل لك اللي انا عايزاه، بس ما بيكلمنيش يا كابتن، انا عايزاه يكلمني، انا مش عايز اكتفي بمجرد النظره ويفهمني. مش انتوا زمان كنتوا بتحبوا النظره من غير كلام؟ فهمتوا بقى ازاي ان حتى الميزه اليتيمه دي ممكن تكون شر؟ طيب نخش في الموضوع عشان انا ما اطولش عليكم. السؤال مهم جدا، لماذا تلجأ السيدات الى النكد؟ يبقى عشان خاطر اراجع لكم، النكد عباره عن المراه لا تتحاور ابدا بشكل رئيسي واساسي، ما بتخشش في الموضوع على طول، والراجل بيحب الموضوع على طول، فهنا في نوع من انواع الديسكريبنسي ما بين الاثنين فبيحصل نكد. السبب الثاني ان المراه تحب ان الراجل يفهمها على طول من غير ما يكلمها، فاذا ما فهمهاش من غير ما يكلمها وعمل عكس اللي في دماغها تبدا تتضايق وتنكد عليه. ده السبب الرئيسي والاساسي من خبرتي انا الشخصيه في تعاملي مع نكد النسوان ونكد الرجال. السؤال، لماذا تلجا السيدات الى النكد؟ واحد، رغبة في التعبير الغير مباشر عن ألم نفسي. رغبة في التعبير الغير مباشر عن ألم نفسي. سيادتك اتضايقتي مني صح؟ اتضايقتي من خطيبك صح؟ اتضايقتي من جوزك صح؟ اتضايقتي من زميلك في العمل صح؟ تخشي على طول تقولي له يا فلان أنا متضايقة من الموقف اللي حصل. على سبيل المثال لا الحصر، إحدى مشاهداتي العزيزات التي تتميز بهذه الميزه، جوزها قال لها كلمه في التليفون زعلتها، خلاص راحت رايحه قايله له على فكره انا زعلانه منك انك انت وانت بتكلمني في التليفون قلت واحد اتنين تلاته وانا اتضايقت جدا، الكلمه دي جرحت مشاعري. الراجل راح قايم على طول وهي بتقول لي قايم على طول وبص راسي وبس ايدي، حقك عليا والله العظيم ما كنت اقصد، حقك عليا ما تزعليش. كانت ممكن تاخد الكلمه دي يا جماعه وتزعل قوي وتحطها في نفسيتها وترجع تديله بقى وش البطه وش القطه وش التنين وش العفريت، مش كده ولا ايه؟ ويبقى هو متجنن مش فاهم هو قال ايه، فيبدا يسخن عليها ويبدا يتخانقوا مع بعض، وتبدا الشياطين تخش من بعض تسخن هنا وتسخن هنا، لما تبقى خناقه بنت لذينه خناقه ورا خناقه ترجع تقول له الحق دي مراتك نكديه، الحق دي مراتك نكديه، شايف البت سلوى دي مش نكديه دي موزه تنينه تستاهل انك انت تتجوز، وسلوى تاخده وبعد ما تاخده تنكد عليه برضه، بس على الاقل انه راح منك. اذا رغبه في التعبير الغير مباشر عن الم نفسي. قصه ثانيه، احد اصدقائي رفع سماعه التليفون وكلم اعز صديقاته زي اخته بالظبط، صباح الخير يا فلان انا بكلمك من الحته الفلانيه اخبارك ايه يا رب تكوني كويسه، ولقى الناحيه الثانيه اهلا يا فلان ايوه كويس، الراجل بيحكي لي ايوه
كويس. ايه في ايه؟ ده العلاقة ما بيني وما بينك علاقة احلى من علاقة الحب واحلى من علاقة الجواز. دي علاقة قيمة جدا جدا. ايه مالك يا فلانة بتعملي كده ايه؟ اصل انت امبارح لما كنت بتكلمني في التليفون اتعصبت عليا وقلت كذا كذا. لما بيجي يحكي لي القصة كلها بمنتهى الاختصار ان هو كان في ازمة، عنده موقف بيفكر فيه، فبيسألها الحقيني يا فلانة انا واقع في مشكلة، المشكلة بتقول كذا كذا كذا. فبدأت هي تقول له أيوة المشكلة دي تتحل، وبدأت تحكي له قصص وحواديت. الرجل في الأزمات ما بيعرفش الحواديت، بيحب حاجة اسمها الفلاش باك. حطي لي الحل أولا، حطي لي الحل على الترابيزة أولا، اديني خبرتك أولا، وبعد كده ارجعي ايه، ارجعي بحكي لي قصص وحواديت. فصديقي ده اتعصب على اكتر واحده صديقه بالنسبه له، اتعصب عليها في التليفون، قال لها يا فلانه انا بقول لك اديني الحل ما تحكيليش حواديت. فستت فهمت وراحت حاطه له الحل على طول، قالت له الحل بيقول 1 2 3 4. فهدي ها كنت بتحكي لي ايه بقى؟ لا خلاص مش عايز احكي لك حاجه. واصرتها في نفسها واتضايقت هي لو كانت فهمت ان هو في الازمه بتاعته، أزمة عمر ما شاف زيها قبل كده، أنت شفتي منها كتير، فبياخد بخبرتك الحقيني. رجعت تاني يوم تتضايق منه، يبقى هي فهم خاطئ فيها أدى إلى ألم نفسي بالنسبة لها، قعدت تحطه جوه نفسها، تحطه جوه نفسها وتتكلم مع نفسها، وإيه والشياطين الداخلية بقى تبدأ تأزهم أزا، ويوحون إليهم زخرف القول غرورا، ده فلان بيضايقك، ده فلان بيهينك، ده فلان بيزعلك، ده فلان بيعملك، تقوم قايمة منكدة عليه. ودي علاقة خارج، والعلاقة القصة اللي بحكي لكم دي خارج إطار الحب وخارج إطار الخطوبة وخارج إطار الجواز. ما بالكم بقى لو كانت جوه إطار الجواز وجوه إطار العلاقة والخطوبة والحب، كانت هتبقى مشكلتها أكبر، لأن الشياطين هنا هتدفع دفعا إلى إخراب هذه العلاقة. رغبة في التعبير الغير مباشر عن ألم نفسي، يبقى الحل بتاعها يا كابتن حينما تشعري أيتها الخطيبة، حينما تشعري أيتها الزوجة، حينما تشعري أيتها الأخت بألم غير مباشر أو ألم نفسي من تجاه الشخص، تكتبي على ورقة كده وتقولي أنا أشعر بالألم من ضمن هذا الشيء الفلاني. 1 قولي له، 2 لا ما اقدرش اقول له. اذا كنت تقدري تقولي له قولي له، اذا كنت ما تقدريش تقولي له يبقى تقولي، اسالي نفسك لماذا فعل ذلك، التمسي له عذر. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ التمس لاخيك عذرا، التمس لاخيك عذرا، التمس لاخيك 1000 عذر كمان، فان لم تجد له عذرا فتقول ايه؟ لعل وعسى ان يكون له عذر. بس انا ما اعرفوش. الشياطين تقول لك لا عذر، عذر ايه ده؟ عذر اقبح من ذنبي يا شيخ، وتبدا تجننك. ربنا بيقول ايه؟ قل لعبادي يقول التي هي احسن. ليه يا رب؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي يقول التي هي احسن، فقولي التي هي احسن عن موقف خطيبك او جوزك او اخوك او اي حاجة، قولي لعل وعسى يكون له عذر، لعل وعسى يكون قصده. ليه؟ عشان لا ينزغ الشيطان ما بينك وبينه. طيب، الرغبة في التعبير الغير مباشر عن الألم النفسي. نمرة 2، توقعها لسلوك محدد منه وهو لم يفعل هذا السلوك. احدى مشاهداتي: كابتن عمرو انا متضايق قوي 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 من محمد. يا كابتن عمرو ليه يا ليه يا مروه؟ علشان خاطر نكد عليا وما عملليش وما سويليش. بدات تقول لي حاجات، فانا لقيت نفسي بسالها سؤال: يا مروه هو قال لك انا هعمل كذا وهجيب كذا؟ قالت لي لا، انا توقعت منه يا كابتن، ده بقاله 5 ايام كان مسافر وما كانش بيكلمني ال5 ايام دي كلها عشان كان خاطر في شغله. كان فين في شغله؟ كان بيحارب لاجل خاطر الوطن، ولا ينفع يتصل ولا ينفع يتكلم، وهي مش مقدره انه لا كان ينفع يتصل ولا كان ينفع يتكلم. فلما كلمتني قلت لها ده راجل بيحارب في الحته الفلانيه، راجل بيحارب في بلدك، بيحارب في سينا، ده راجل من رجال تسلم الايادي، يعني ساعه لما يكلمك تبوسي ايده وتقولي له كابتن عمرو جرانه، بيبوس ايدك انت وزمايلك انك بتعرض نفسك للخطر عشان تحمينا، تقومي تنكدي عليه ويا بنت من هنا ضحكت. وفي الاخر طلعت ان هي بتتوقع ان هو لما يرجع من الاجازه، قعدت تفكر لما يرجع محمد حبيبي من الاجازه اكيد هيجيب لي ورد، هيجيب لي بوكيه كبير فيه 15 ورده حمراء و9 وردات بيض و2 صفر، الاحمر بحبك والاصفر بغير عليكي والابيض بتجنن بسبب اهلك. يا لا ده كمان ده هياخدني وهنطلع نتعشى مع بعض في الحته الفلانيه على البحر. الله،
صاحبتها تكلمها: ازيك يا بطه؟ اهلا يا حبيبتي، خطيبك محمد جاب استلام ولا لا؟ ان شاء الله جاي بكره. طب بكره ما تيجي تزوريني؟ لا مش هيجي نزورك، عشان خاطر محمد هياخدني يتعشى في الحته الفلانيه. بص بتبص فين؟ بتبص فوق. لغه جسد، لغه جسد، بتبص فوق كده اهو، ادي الايد اليمين بتبص في الخيال. بعلمكم لغه جسد بالمره. قاعده ماسكه التليفون وحطها على ايدها اليمين بقى بتتخيل، وبص فوق يمين يعني في الخيال خلاص. وهيعمل لي وهيسويني، وهنروح وهنجيب وهنعمل وهنسوي. وفي الاخر محمد يرجع ما يكلمش في التليفون. الو يا محمد. ايوه يا حبيبتي، انت مش جاي النهارده يا محمد؟ لا معلش والنبي عيبت، انا اجي لك ان شاء الله بكره باذن الله، علشان خاطر انا تعبان جدا جدا جدا، يا دوبك دخلت البيت اخدت دش اديت لماما الهدوم تغسلها وجعان نوم، وبعد كده لما اقوم اجي لك. لا يا محمد انت لازم تجي، انت بقالك 5 ايام بعيد عني. يقوم محمد يلبس البدله بتاعته ولا يلبس الهدوم بتاعته، وياخد له 2 3 4 5 6 7 8 10 قهوه تمام، عشان يعرف ينزل في الشارع، وقرصين 3 ترامادول عشان يتحمل النكد اللي جاي له وما يحسش بالنكد اللي جاي له من البت مروه دي، ويروح رايح لها. لا جاب الورد ولا اتعشى، لانه رايح مش في دماغه بقى، رايح اصلا عشان خاطر ما يزعلهاش بقى بيعمل كده. يقوم ايه؟ تقوم تنكد عليه، بدل ما تقول له انا كنت متوقعه منك كذا او كنت متوقعه منك كذا، تبدا تعمل كده. ليه؟ لأنها كانت متوقعة سلوك محدد منه ولم يحدث، هي توقعته وتخيلته، ولما لم يحدث نكدت عليه وطلعت 3 عين اللي خلفوه. نمرة 3، عقابه على سلوك فعله ولكن بصورة غير مباشرة. يبقى النكد بيجي عن طريق عقاب الزوج الخطيب الحبيب على سلوك هو عمله ولكن بصوره غير مباشره، يعني ما بتقولوش انا بعاقبك على السلوك اللي انت عملته ده يا حبيبي، او على الغلط اللي انت عملته ده يا حبيبي، ولكني بعاقبك باسلوب غير مباشر. فالراجل ما بقاش فاهم النكد ده جاي لام ايه، سبب ام النكد اللي انا فيه ده. فيبدا واحد لا يصلح السلوك ولا يعتذر، لا يعتذر عن السلوك عفوا، ولا يصلح السلوك، ولا يبقى واخد باله اساسا انت بتتكلمي في ايه، ولكن يتعبى من ناحيتك، وتبدا الشياطين في الناحيه الشمال بقى تخش له تقول له ايه، تؤذهم اذى، تؤذهم اذى كده، وتقول بتنكد عليك، بتدي نكديه، افسخ الخطوبه يا ولا، طلقها يا ولا، روح للبيت الثانيه يا ولا، وانت عبيطه مش واخده بالك ان في ناس بتشتغل تاني انت ما انتيش شايفاها، مش كده ولا ايه؟ مش مصدقين. يبقى عقابه على سلوك فعله ولكن بصورة غير ايه؟ بصورة غير مباشرة. حل الموضوع ده ايه يا كابتن؟ حينما اديكم مثل مش مهم انتوا فهمتوا. حل الموضوع ده ايه؟ لما جوزك خطيبك حبيبك يعمل سلوك مضايقك، قولي له من فضلك انت عملت السلوك الفلاني، يا ترى ليه؟ لعل وعسى يكون ليه سبب، لماذا فعلت ذلك السلوك؟ ليه كلمتني باسلوب غير راقي؟ ليه فضلت اختك عليا؟ ليه جبت لاختك هديه؟ ليه جبت لمامتك كذا؟ ليه رحت لصاحبك وما قعدتش معايا؟ هذا السلوك مضايقني. يقول لك على فكره انت صح، بس انا عملت ده الحكمه. الحكمه دي 1 2 3 4 يطلع عنده خلفيه حقيقيه، او يقول لك والله ده انا عملتها بهبل وعباطه، ما تزعليش مني حبيبتي حقك عليا. ادي راسك ابوس اهي. لكن لا، لا تقول له باسلوب مباشر ولا تعبر باسلوب مباشر وتعاقبه على السلوك من غير ما تقول له انا بعاقبك على الشيء الفلاني، تتحولي الى امراه نكديه، يفسخ الخطوبه يا يطلقك وترجع تعيطي لنا. ماشي. الحاجه الاخرانيه، الرغبه في الاهتمام والحصول عليه باسوا صوره. الرغبه في الاهتمام والحصول عليه. واحده ست مثلا قاعده مع جوزها تيجي تكلمني او مع خطيبها: يا كابتن نعم جوزي ما بيهتمش بيا خالص. طب بيعمل ايه؟ تقول لك والله يا كابتن ده بيجي من الشغل يتغدى ويقعد يتفرج على التلفزيون شويه، وبعد كده ينام، يقوم يقعد معايا شويه انا والبنات او انا والولاد، وبعد كده يقعد يفتح يقعد على الكنبه قدام التلفزيون ويتفرج على التلفزيون، يقعد لي قدام يا احمد موسى يا عكاشه. الكلام ده انا بوجهه لنفسي، بس انا دايما قاعد قدام احمد موسى وعكاشه على طول، ما بغيرش احمد موسى عكاشه والراجل ابو حمادات ده اسمه ايه؟ انا بحبه برضه، كل واحد فيهم بيديني حاجه يعني، بيديني معلومه يعني. خلاص؟ يبقى قاعد على الكنب. طيب وبعدين؟ طب ما بيتكلمش معايا، احنا قلنا جوزي ما بيقولش كلام حلو. طب عايزاه يهتم بيا، من حقك ان هو يهتم بيك. طب ما تحاولي انت تفهميه انك انت محتاجه الاهتمام. طب ما تحاولي تخشي له دايركت ان ذا بوينت. لا، هي لما ما بتلاقيش منه اهتمام تبدا تلوي البوز
وتنكد وتكشر او تعمل نفسها عيانه وتعبانه اه يا بطني اه يا قفاي اه يا وداني عشان يجري عليها ويقول لها سلامتك يا حبيبتي في ايه اخبارك ايه. هي بقى ما بتاخدش بالها ان هو اتعود على الحركات دي, واول ما قاعد عامله كده هو يبص لها كده جاتك القرف على الابو اليوم اللي اتجوزتك فيه الابو اللي خطبتك ليا, يقعد يتفرج على احمد موسى خلاص. او اه يا بطني اه يا قفايا يا عيني بطني بتوجعني وداني بتوجعني. بص انا كده لا بطني بتوجعك ولا في, ما انت كل يوم بتعملي كده على الابو اليوم اللي عرفتك فيه. تو الله يسامحك يا اما انت اللي خطبتي لي بنت المجنونه دي. قول يا عكاشة قول صح والله انا غلطان. يبقى الرغبه في الاهتمام والحصول عليه باسوأ صوره وهي النكد, يبقى ما بتاخدش الاهتمام, بتاخد ايه؟ بتاخد حوار سلبي داخلي منه تجاهك بينتهي بكلمة تو صح؟ ماشي. واحد بيقول لي طيب يا كابتن انت دائما ابدا متميز وبتقول لنا ازاي نربط ما بين لغة الجسد وما بين علم الفراسة وما بين الشخصيات اللي انت بتكلمنا عليها, فما هي فراسة النكد والنكدين, معالم الشخصية النكدية من الوش. الكلام اللي هقوله لكم ده ليس بنسبة 100% وإنما يؤخذ به فقط. تاني الكلام اللي هقوله لكم ده لا يؤخذ به بنسبة 100% ولكن يؤخذ به كعلامات استرشادية في الشخصية النكدية. الشخصية النكدية دي حلقة جامدة قوي عندي اسمها الشخصية النكدية, هتلاقوها في علم فراسة الجسد, والحلقة دي اتشتمت عليها شتايم يا نهار اسود لدرجة ان واحدة كلمتني بكتبت لي على اليوتيوب الله يحرق انا واختي اتطلقنا, تحولنا من جميلات جدا جدا الى نكديات, اجوازنا لما شافوا الحلقة بتاعتك طلقونا وسابونا ومشي. فانا الاول اتصدمت جدا انا عملت ايه, وفي الاخر ردت عليها واحدة من مشاهداتي, واحدة تانية ردت عليها طمنتني انا قلت لها انتوا لو ما كنتوش نكديات فعلا هذه الحلقه اللي عملها مقدم الحلقه الكابتن عمرو جرانه ما كانتش هتاثر في جوازكم, لقد طلقتم لانكم فعلا نكديات, وكان هذا الكلام بيدعم الفكر. ايه بقى فراسه النكدي سواء كان راجل او ست؟ اول حاجه بتلاقوا انه عينه سودة او تميل الى السواد, رمز العاطفيه. رمز العاطفيه معناها ايه في العين؟ انه يفكر بعاطفته ويفكر بقلبه او تفكر بعاطفتها وقلبها, واللي بيفكر بعواطفه بينجح؟ لا ما بينجحش. ليه؟ لانه ما بيعقلهاش, ما بيلتمس العذر الاخرين, ما بيدورش على اي سبب منطقي للكلمه اللي اتقالت والموقف العمل والموقف اللي اتعمل والسلوك اللي اتعمل. نمرة اتنين بتبقى عينه عادة ضيقة. ضيقة يعني ايه؟ يعني تفاصيلجي او تفاصيلجية, بتهتم جدا بالتفاصيل. اثناء الحوار قال وعمل, اثناء الحوار بص هنا ما بصش هنا, اثناء الحوار بص في الناحية التانية ما بصليش, لعب في المفاتيح مكان, بتدور على التفاصيل او بيدور على التفاصيل اللي ينكد بيها على نفسه ومن ثم بينكد عليك. نمرة اتنين فتحتين المناخير عنده ضيقتين جدا, ودي معناها ان هو بيكون خلقه ضيق فبسرعه ما بيستحملش الموقف النكدي, فبيروح طائق فيكي ويروح قايم وماشي ويروح منكد عليكي او تروح منكد عليك. الشفه اللي فوق دي بتبقى رفيعه كده, عارفين الليمبي لما عمل كده كده بتبقى رفيعه قوي. الشفه الرفيعه في علم الفراسه معناها عدم القدره على التعبير, ما بيعرفش يعبر كويس, ما بيعرفش يعبر بالكلام لكن ممكن يعرف يعبر بالقلم, ممكن يعرف يعبر بأي طريقة تانية, لا ما بيعرفش يعبر بالكلام, فبالتالي ما عندوش القدرة انه يكتب لك بالقلم لقد فعلت كذا وكذا, الموقف لا يسمح. وانا بنصح انصح مشاهديني الذين يفقدون القدرة بالتعبير القولي, اكتب على ورقة موقفك ودي لمراتك, او اكتبي على ورقة موقفك ودي لجوزك طالما انت فاشلة في التعبير او فاشلة في التعبير اللفظي. طيب واحنا قاعدين بنتضايق وبنتعاتب او بنتكلم نكد عليكي او نكدتي عليه, ليه؟ لانك انت حاطاه في مزنق, حاطاه في مزنق, مش عارف يعبر, مش عارف يتكلم, عمال يعبي جواه يعبي جواه, وفي الاخر زنقتيه زنقه ثانيه, عبر تعبير خطا ثاني, زنقتيه الزنقه الثالثه, ام منفجر فيكي ام منكد عليكي او منكد عليك لانه غير قادر او غير قادره على التعبير اللفظي. الحاجه الاخرانيه اللي هي مساحه الشنب اللي هنا دي عاده بتكون ضيقه. انا للاسف الشديد طلبت من صديقي وزميلي في العمل رسام كاريكاتير انه يرسم لي الصور ان انا بعبر عنها, لكنه بقاله فتره زمنيه طويله مشغولياته ما سمحتلوش ان هو يبعت لي الرسومات,
فبالتالي انا بوصفها لكم بس كده عفوا. فهتبصوا هنا على مساحه الشنب دي، كلما كانت مساحه الشنب هنا طويله كلما كان الشخص او راجل او ست بيتقبل الانتقاد، وكلما كانت صغيره كلما كان لا يتقبل الانتقاد ولازع في انتقاداته. طالما لا يتقبل الانتقاد ولازع في انتقاداته يبقى ايه؟ يبقى نكدي. لانك انت لما تنتقديه او تقولي له باسلوب غير راقي او اسلوب نقدي هياخدها في نفسيته قوي، هتاخدها في نفسيتها قوي، هتبدا الحوار الداخلي السيء بتاعها يبدا يسخن، عدم القدره على التعبير المباشر، عدم الاعتراف المباشر بالسلوك الخاطئ اللي انت مزعله او مزعلها، تروح مديالك يا اما انفجار بعصبيه. يبقى حلو قوي العصبيه، ده جميله جدا، بتفضي على طول الشخص العصبي او الست العصبيه، دي نعمه من عند ربنا. لكن الاسوأ منها ان هي تبقى عامله لك كده ومديالك بقى ايه؟ مديالك البوز بتاع النكد. وبما اننا بنتكلم على النكد، وبما اننا بنحاول ان احنا نبعد النكد والمشاكل الزوجية عن الاسرة العربية والاسرة المصرية، فما ينفعش ابدا ان احنا نشيل النكد من اسرة صغيرة، لكن النكد محيط بينا في الاسرة المجتمعية المصرية او الاسرة المجتمعية الايه؟ العربية. احنا مشاهداتي بعتت لي رسالة بتقول لي يا كابتن احنا بنحب على اليوتيوب، بنحبك جدا جدا وبنحب نتفرج عليك، ارجوك ان لا تخلط العلم الاجتماعي والاسرة بالسياسة، لا للخلط السياسي. جيت انا وقفت كده قلت خلط سياسي؟ انا ما بتكلمش في السياسة، انا راجل بحاول اني اعلم الاسرة المصرية والأسرة العربية إن هي تبقى أسرة ناجحة. يا مشاهداتي العزيزات، أنتن صاحبات الإرادة المحرك، أنتوا اللي بتحركوا الشعوب، أنتوا اللي بتحركوا الرجالة، أنتوا اللي بتمشوهم مصداقا لقول الله إيه؟ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. رئيسنا الزعيم عبد الفتاح السيسي لما كان بيكلم شعب مصر كان بيكلم الستات، ودي آخر حلقة ليا في التلفزيون المصري قناة تالتة كانت مع الحلقة دي، اسمها السيسي والستات. هو ليه السيسي بيكلم الستات؟ بيحب الستات؟ الستات بتحبه؟ اه الستات بتحبه. بيحب الستات؟ لا، ملوش غير مراته وامه وبناته. امال السيسي بيكلم الستات ليه؟ لانه راجل يعلم ان الست هي اللي بتحرك المجتمعات وبتحركها اما الى طريق الصلاح او الى طريق الطلاح، مش كده ولا ايه؟ الموجه اللي انتشرت وبيقولها الاعلاميين ان الناس ما بطلت تتفرج على البرامج السياسيه والرسائل السياسيه اللي بتبعتها دولنا العربيه عن طريق الاعلاميين عشان يبصرونا ويفطمونا بالمحيط حوالينا. يقول لك مش عايزين نتفرج على سياسه، مش عايزين نتفرج على نكد. نكد ايه؟ نكد ايه؟ احنا في حرب يا جماعه، لازم تتفرجوا ولازم تعرفوا الناس عايزه تقول لنا ايه، والناس والناس الاعداء عايزين يعملوا فينا ايه. يا فرحتك لما اتفرجتي على برنامج زي ستار اكاديمي ولا ستار ميكر، مع احترامي لكل هذه البرامج، عملت ايه؟ سمعت شويه عيال بيغنوا؟ غنوا. واحد نجح؟ نجح. اللي لما ينجح ده هيعمل ايه؟ هيعمل زيه زي اقرانه، هيمسك العود ويغني الواحده بحبك يا حبيبتي بحبك يا حبيبي، وفي الاخر تزيد بلوتنا ببلوه اغنيه حب جديده واغنيه عاطفيه جديده وصوت جديد. لا لا لا، ده هيغني للوطن في الاخر، غنى للوطن غنى ابن عم حديث. هتفرج بقى ايه اللي هو الغنى اللي هو يعني كلام غلط بيغني، لكن في الاخر احنا مش محتاجين اللي بيغني لنا ولا اللي بيغني علينا، احنا محتاجين اللي يقول لنا نعمل ايه عشان نحافظ على بيتنا. اذا كنا احنا النهارده بنتجنب النكد في محيط الاسره، فلازم نتفرج على قادتنا ونتابع سياسيينا عشان نتجنب النكد في الاسره الكبيره. شعب سوريا الشقيق الحبيب، هل تتوقعوا ان في اسره سوريه عايشه جوه سوريا عندها سعاده زوجيه؟ وفي خراب في سوريا؟ وفي نكد كبير في سوريا؟ هل تتوقعوا ان في ست سعيده مع جوزها وهي خايفه ان عيالها يمشوا في الشارع يذبحوا؟ اكيد لا. تحبوا مجتمعاتكم تبقى كده؟ سامع واحده سعوديه تقول الحمد لله نحن بالسعوديه بعيد 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 بعيد. ايه يا حبيبتي؟ وانت ما بتتفرجيش على الاعلام السعودي؟ الحوثيين جنبكم من هنا تحت هنا، والنهارده هم بيخططوا لنا كعالم عربي عشان خاطر نقع. لازم نفهم، لازم نفهم الناس دي عايزه تعمل فينا ايه. وادعوكم الى متابعه القنوات الفضائيه والرسائل السياسيه اللي بتبعتها لنا حكوماتنا عشان نفهم، عشان نحافظ على وطننا وسعاده وطننا العربي الكبير، كل الوطن العربي.
بما فيهم قطر كمان. قطر دولة صديقة وشعب صديق، وأنا بحب القطريين. إذا كان عندنا مشاكل مع حكومتهم فإن شاء الله ربنا يخلصنا منهم عما قريب، ونعود مرة أخرى وحدة واحدة في مواجهة الأعداء اللي هم مين؟ العالم الأوروبي. يا جماعة مفيش حاجة اسمها ما تخلطش السياسة بالاجتماع، إحنا كلنا عايشين في كلها عيشة واحدة مرتبطة ببعضها ومتشبكة، مش كده ولا إيه؟ بعد ما اتفرجنا على الحلقة بتاعتي دي أدعوكم 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 إلى مساندة حكوماتكم العربية ومساندة قياداتكم. وبالنسبة للمصريين لازم نساند قيادتنا ولازم نقف وراها، لازم نساند قيادتنا ونقف وراها وندعم ولادنا في الجيش وفي الشرطة. ما ينفعش يقولوا لنا رسائل عبر التلفزيونات، عبر عكاشة، عبر أحمد موسى، عبر لميس الحديدي، عبر خالي رمضان، عبر الناس المحترمين الوطنيين، وإحنا نقلب التلفزيون ونجيب المسلسل التركي نتفرج عليه عشان نشوف البيت روزة والبيت موزة هيعملوا إيه، في مين هيتجوزها، وإيه الخيانة اللي في النص، جاتنا 60 نيلة لو عملنا كده، فين السعادة الزوجية اللي هنا؟ مش كده ولا إيه؟ طيب حتى لا أطيل عليكم ولو إني شكل طولت، الحلقة الجاية أو الحلقة الجاي هكلمكم فيه عن العند الزوجي. سعدت بكم على أمل إني أكون قد أسعدتكم، شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. قناة عمرو جرانة على اليوتيوب، برنامج إزاي تخلي الولاد تحبك، مجموعة حلقات حلقان في آذان النسوان. كان معكم اليوم الحلقة رقم 4، احترسي من النكد الزوجي. سلام عليكم.